أدري، أنا أعتقد أنه الامباكت بوليتيك هو اللي طغى على إعادة فتح ملعب قسنطينة. أنت قلت جاي الزفزاف يطلع يشوف الغازون، وماشي من مهمته يشوف العشب الطبيعي، مش مختص، لازم يكونوا مختصين هما اللي يشوفوا يرفعوا له تقارير، والتقارير بعد يمدوا للوزارة، يمدوا للمنحب. ولكن بجوست 24 ابري يجي الوالد يتكلم، حتى لو دي جي سعيد حقاس قال بلي المباراه ستجرى في ملعب حملاوي، كانه تضارب في المواقف. هناك من ربما على اعلى سلطه حابين يبينوا بلي هذا الملعب راهو جاهز. لماذا؟ لانه لو اليوم نقولوا كما قال زفزاف الارضيه ماهيش مليحه، ولو كان على صواب، يعني راك تقول اللجان تاع الكاف بلي حنايا ما عندناش ملاعب قادره اليوم تحتضن لا كان. ما تنساوش انتم لا كاف راح تمد كان 2025 تمدها جوست ابري لو شان، يعني لو تعترف انت بلي ما عندكش ملعب صالح ما يعطولكش. سي بور سات ريزون بوتيت اليوم كاين هناك رغبه سياسيه في جعل الملعب يكون جاهز. دي مومون يزون يعني انونسي تلعب في قسنطينه ليكيب ا ولا ليكيب ابري، ما يهمنيش. قالوا بلي تلعب في قسنطينه، لازم تلعب في قسنطينه ولازم الغازون يكون مليح. هذا هو الاعتقاد السائد. ممكن عنده الحق، الغازون ماشي مليح، ممكن ماشي مليح، ولكن اعتقد انه الوالي يقعد متحفظ، لانه ممكن لا دانيير مينوت يتبدل البروغرام، بالك الارضيه تكون سيئه الى درجه تكون امبراتيكابل ويفيتيو الفضيحه ويلعبوا في ملعب اخر. يعني المعطيات ما عندوش الوالي بكامله، مازلنا حوالي فايته 3 سيمان باش نلعبوا الماتش. ممكن يكون هناك تداعيات فيما يخص مباراه جنوب افريقيا، ولو انه نبقى نقول لك بلي رئيس الفاف ماشي من مهمته يروح يشوف العشب الطبيعي. كفانا عبثا، وكل واحد يدير الخدمه تاعو. رئيس الاتحاديه في البروغرام تاعو كي جا قال نطور الفوتبول الجزائري، ما بقاش نجي نشوف الكازون. واضح.